عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. في هذا الفيديو هذا غادي نديكم معايا لواحد المطعم كيعمل الدجاج مشوي على الفحم مع الرويز، ويلا بغيتي تزيد معاه البصيله ومطيشه والخاص والبويطات مسلوقين والفريت، شي حاجه من داك الشرفيع. فيلا معايا نبداو الفيديو ديالنا. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. الو حبايبي، احنا قربنا نوصلوا ان شاء الله، غادي نوصلوا لتجاري وفا بنك. إلا جيتو من جهة الخاصة غادي تدورو على الشمال، وإلا جيتو من طريق أخرى غادي تدورو على يدكم اليمين. والمطعم اسمه مستر بوليو. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. ولقد أتى عصير الليمون بالموز. معلومة فقط متابعيني، بالنسبة للعصائر أو السوائل عموما، يفضل أو يستحسن أننا نخطها قبل الأكل، لأن إذا خديناها مع المكلة أو مغى المكلة فهي قد عطل عملية الهضم. وهذا هو لو بلا ديالي. Like a bird on a tree. هاي متابعيني، هذا رجع لكم من اول وجديد. جبرتوني بالعدسه اللي كما قال ديالي، دابا شويه غادي نتحرك من هنا وغادي نعمل لكم جوله في المدينه. ها انتم معايا، غادي نمشي دابا لمروة ونشوف الى عاملين شي بروموسيون ولا لا. فهمتوا معايا؟ أنا قربت نوصل. راه ديجا هنايا حاطين السولت. Thank you.
فوا تسنيدي لها هذه شحال زوينه نشوف الثمن ديالها. جوست 99 درهم. غادي نديكم تشوفوا معايا المدينه القديمه، فهمتوما معايا. شوفوا هاد الفوقيه هادي شحال زوينه، الثوب ديالها غزال ومبرد. غنشوف الا جبرت بحال هاد الشكل هذا، ولكن هاي داك السيويه طويله. على الله وعسى نشبر شي تاكسي نهبط فيه. كيف قلت لكم قبيله الدنيا عامره بزاف بزاف، وخصوصا دابا عاوتاني شهر 7 وبدايه شهر 8، الاغلبيه ديال الناس كيدخلوا لهنايا لشمال تيكوان، خصوصا الناس ديال الخارج والناس ديال الداخل. فادعوا معايا انني نجبر فين نهبط، وهذا الشيء اللي كاين وهانتوما معايا. انا شبرتوني دابا وصلت للدار، كنتمنى انكم تكونوا قديتوا معايا نهار زوين. نلقاكم باذن الله تعالى في فلوق جديد. خليت لكم الرحى، تبقاو على الف خير.